فالمسألة كما ترى أن أصحاب الرأي الأول اعتبروا الحامل والمرضع كالمريض مرضا دائما ليس عليها صيام، إنما تفطر وعليها الفدية. وأما أنصار الرأي الثاني فجعلوا الحامل والمرضع كالمريض مرضا مؤقتا تفطران ثم تقضيان. وهذا خلاصة الأمر. المسألة فيها خلاف وخلاف مشهور، لا ينكر هذا الخلاف أحد قرأ في كتب العلم. ومهما يكن من أمر فأنا أميل إلى الرأي الأول، وسبب ذلك أنه قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. وعبد الله بن عباس هو من هو؟ هو حبر هذه الأمة، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري: اللهم فقهه في الدين. وكذلك في المستدرك على الصحيحين للحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما نفسه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فوضعت له وضوءه، فقالت له ميمونة: وضع لك عبد الله ابن العباس وضوءا. فقال صلى الله عليه وسلم كلمته المشهورة في عبد الله بن عباس، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وهذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، وقال: حديث صحيح، ووافقه الذهبي والعراقي، وكذلك من المحدثين الشيخ الألباني. وكذلك هو قول عبد الله بن عمر، وما أدراك ما عبد الله بن عمر، الذي كان يرجع إليه المسلمون في الفتوى 60 سنة. فأميل إلى هذا الرأي، وهو الرأي الأول أن الحامل والمرضع تفطران وعليهما الفدية. فمن أراد أن يأخذ بهذا القول فهو قول وجيه، ومن أراد أن يأخذ بالقول الثاني فهو قول قوي. فالمرأة الحامل أو المرضع إذا سألت أحدا من أهل العلم وأفتها بأي من الرأيين فلها أن تأخذ به. وكما قلت، المسألة فيها خلاف مشهور قديما وحديثا.